السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعي ومشاهدي ومشتركي قناتكم الحبيبة اعرف دينك. سؤال حلقة النهاردة: ما هو أول جامع في مصر؟ ما هو أول جامع في مصر؟ متهيألي السؤال سهل جدا 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 جدا. يمكن المسجد ده كمان مرتبط بشيخنا، يعني ربنا يحفظه، الشيخ محمد جبريل. ما هو أول جامع في مصر؟ حلقتنا النهاردة في منتهى الأهمية، وهي عن أول علامات الساعة. إيه؟ هنتكلم عن أول علامات الساعة. أيوة، المفاجأة إن أول علامات الساعة دي حدثت بالفعل. أول علامات الساعة حصلت بالفعل. أيوة حصلت والله. فروى البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي، وأيضا من حديث أنس ابن مالك، واللفظ المسلم من حديث أنس أنه قال: قال رسول الله، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وأشار بالنبي صلى الله عليه وسلم، وضم النبي صلى الله عليه وسلم السبابة والوسطى. ليه؟ لأنه لا يوجد بينهما إصبع ثالث. فمبعث النبي صلى الله عليه وسلم هو أول علامات القيامة وأول علامات الساعة، لأنه ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي، فهو خاتم الأنبياء. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. فبلا شك هو خاتم الأنبياء، ولا نبي بعده ولا رسول بعده، بل تأتي بعده الساعة مباشرة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه قال: فضلت على الأنبياء بست، أتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وفي لفظ: مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت للخلق كافة، وختم بي النبيون. والشاهد: ختم بي النبيون. فمهما ادعى المدعون الكذابون، فلا نبي بعد المصطفى ولا رسول بعد حبيبنا المجتبى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل قد حدثت، وهي أول علامات الساعة. مستني إيه؟ إذا كان أول علامات الساعة بدأت من 1400 سنة، وبدأت تتوالى علامات الساعة، وبالفعل حدث منها كتير وهنتكلم عنها بعد كده كتير، مستني إيه؟ يلا توب لربنا، توب قبل فوات الأوان، قبل أن تشرق الشمس من مغربها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. بحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.